بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا ويسعد صباحكم ومساكم وين ما كنتوا. أنا الدكتورة ليلى عرب ياسين، اختصاصية جراحة فم ووجه وفكين وزراعة أسنان، حاليا مشرفة في جامعة واشنطن سياتل في قسم الجراحة. الحقيقة أولا حابة أشكر الدكتور مازن دوماني على الجهود المتواصلة والرائعة اللي عم يبذلها معنا بهاي المجموعة، وعلى الفرصة الحلوة لحتى نشارك مع بعض المعلومات بين بعضنا وخبراتنا، شغلة رائعة جدا الحقيقة. حابة اليوم أحكي بموضوع بفيد الزملاء الممارسين وطلاب طب الأسنان، أطباء المستقبل اللي حابين يدخلوا في مجال زرع الأسنان اللي هو مجال حلو كتير وشيق. فرح نبدأ نقول what you need to know before start placing implants. The presentation outline رح تكون history of implantology, the basic factors for implant success, case selection and treatment planning, socket preservation, take home message. حنبلش بتاريخ التعويض عن فقدان الأسنان. مثل ما بنعرف انه بدأ هذا الموضوع من زمان كتير، من 2000 سنة قبل الميلاد، لما الفراعنة بدأوا باستخدام العاج والصدف للتعويض عن الأسنان، وبعدهم اجوا قدامى المايا وكمان استخدموا الصدف في هذا الموضوع، ومنها بدأ التطور لحتى وصلنا ل 1951 لما اجى برينمارك اللي هو الأورثوبيديك سيرجن، واكتشف هو والتيم تبعه فكرة الأوسيو انتجريشن وكيف انه مادة التيتانيوم بتصير فيها فيوجن مع العظم. ومن وقتها ل 1965 تقريبا لحتى طلعت اول روت فورم امبلنت ونحطت بفم بني آدم، وبعدها طبعا صار تطور سريع جدا بأشكال وبنوعية السطوح للزرعات. بدي بلش معكم ببعض الأشكال اللي كانت للزرع منذ القديم. في عنا subperiosteal implants اللي هي عبارة عن metal frame كانت تنحط على الفك بعد إجراء شريحة كاملة، وبيكون فيهم abutments لحتى يتعوض عليهم الدنشر بعدين. عنا transosseal implants اللي هي الزرعات اللي بتكون مخترقة لكامل الفك ومثبتة بصفائح معدنية وبراغي، وطبعا هاي الزرعات كانت تستخدم عن طريق جراحة كبيرة، ما كانت جراحة صغيرة، عن طريق شق من الذقن وتثبيت الصفائح والبراغي، ومن ثم وجود طبعا الأباتمنتس اللي هي تستخدم لتثبيت التعويض. بعدين اجوا البلايد امبلانتس. مثل ما لكم شايفين البلايد امبلانتس شكلهم مثل البلايدز، كان يصير في مثل شق في العظم عن طريق استخدام الديسك، وبعدين طرق هذه البلايدز لداخل العظم، وكمان في أباتمنتس لحتى تستقبل التعويض. وبعدها اجا الاندوسيوس روت فورم امبلانتس اللي هي الامبلانتس اللي عم نستخدمهم حاليا، وطبعا لهم اشكال مختلفه. في عنا سكرو امبلانتس، ديسك امبلانتس مثل ما لكم شايفين هون، في عنا الفريكشن فيت امبلانتس اللي هن مميزين لزرعات البايكن، في عنا زايغوماتيك امبلانتس يلي هن بيدخلوا بعظم الزايغوما. Tooth replacement, tooth loss lead to bone loss. طبعا مثل ما كلنا بنعرف انه وقت بيصير في قلع للأسنان بيصير في امتصاص بالعظم، ان كان locally بسن فقط سن وحيد او بفقد عدة أسنان او بفقد كامل لجميع أسنان الفك. طبعا الزرعة السنية لم تعد خيار elective، هي تعتبر حاليا standard of care، يعني نحن يجب أن يكون هذا الخيار على المائدة
عندما نتحدث مع المريض للتعويض عن فقدان الأسنان. Dental implants لها طبعا فوائد كبيرة من أنه preserve the facial structure, بتخلي البني آدم look younger, طبعا هي lifelong solution, وبتحسن the quality of life, وأهم شيء طبعا أنه هي تحافظ على الأسنان السليمة. بحال single tooth replacement نحن عنا طبعا عدة احتمالات، لازم نعطي للمريض الاحتمالات كاملة ومن ضمنها الزرع السني، ونقول له success rate تبع الزرعة مقارنة بغير تعويض. Multiple teeth replacement كمان نفس الشيء، من removable partial denture ل tooth supported fixed bridge ل implant supported fixed bridge. بالover denture فقدان كل الأسنان، يعني بيكون عنا over denture على مثبتة على الزرعات، أو بيكون عنا all on four أو implant supported fixed bridge. هاي عبارة عن حالة ل الهايبريد أو implant supported procedures. هون شايفين كيف الجسر مثبت على metal frame مثبتة على الزرعات، وهون عنا حالة ل removable prosthesis. في إلى أشكال مختلفة للأبطمنت اللي ممكن تكون مثبتة على الدنتشر. شو هن المين فاكتورز فور implant success؟ طبعا عوامل النجاح عنا ثلاث عوامل رئيسية، هن الدنتال تيم بداية، البيشنت، والإمبلانت بحد ذاته، نوع الإمبلانت والسطح تبعه. نبدأ بالدنتال تيم. أول شيء السيرجن أو الطبيب اللي حيقوم بعمل الزرعة السنية، يجب أن يكون الطبيب الجراح ملم بالـ principles of sterilization. هذا الموضوع كتير مهم وكتير دقيق صراحة. العقامة بالنسبة للعمليات اللي بتتم بعيادة طب الأسنان كمعالجات سنية عادية تختلف عن العمليات الجراحية، يعني لو سمحتوا ديروا بالكم على هذا الموضوع وقرأوا مزبوط وفهموا مزبوط كيف لازم يكون التعامل بالعملية الجراحية، حتى نختصر على حالنا complications ما إلى داعي بعد العمل الجراحي. Basic surgical skills طبعا لازم يكون الجراح اللي بده يقوم بعملية الزرع ملم ب flap designs، يعرف كيف يتعامل مع الفلاب، كيف يعمل suturing techniques. كل هاي الأمور شغلات ضرورية جدا يكون متقنها قبل البدء ب أي عملية زرع أسنان. وطبعا لازم يكون في treatment planning شاملة ووافية، وكوميونيكيشن كاملة مع الدنتال تيم، مع الطبيب المعوض يلي رح يكون بالتعويض إذا كان مو نفس الطبيب اللي هو زرع الزرعة السنية، ومع اللاب تكنيشن، لأنه بالنهاية لازم يكون في كوميونيكيشن واضحة بيناتهم حتى نوصل لنتيجة صحيحة. مثل ما حكينا surgical skills، كيف بنعمل الفلابس، في عنا كتير ديزاينز مختلفة لازم يكون على معرفة كويسة بهذا الموضوع. بالنسبة للروت فورم implants في عنا أشكال مختلفة وسطوح مختلفة للزرعة السنية، وطبعا كل ديزاين يختلف الانديكيشن تبعه. الماتيريالز والسيرفيسز كمان عنا كتير ماتيريالز، metals, alloys, zirconium, ceramics، في عنا surfaces مختلفة، hydroxy apatite, TPS, SLA وغيرها. الشيء المهم بمواصفات الماتيريال تبع الامبلانتس انه تكون biocompatible، تكون ملائمة حيويا لجسم الانسان، تكون قادرة على احداث الاوسيوانتيجريشن الاندخال العظمي، وتكون ميكانيكلي كومباتبل، تكون مقاومة للبريشر والبندينج والتنشن،
طبعا التيتانيوم هو من الخيارات الأولى في الامبلنت ماتيريالز، والبيور تيتانيوم حصرا، وفي عندنا جريز للتيتانيوم. طبعا أغلب الامبلنتس حاليا هي عبارة عن تيتانيوم مختلفة بتعامل تبع السطح تبع الامبلنت، مثل ما حكينا ممكن تكون هيدروكسي أبتايت، ممكن تكون TPS, SLA وغيرها. الفاكتورز المهمة للحصول على الأوسيو انتجريشن، أول شيء الستاتس of the host، لازم السنخ أو الساكت يكون مناسب لاستقبال الزرعة بشكل جيد، ويكون ما في عنا أي شوائب داخل السنخ تمنع الاتصال المباشر بين الزرعة والعظم. الأوسيو انتجريشن هو عبارة عن direct structural and functional connection between the bone and the implant surface. طبعا الماتيريال والامبلانت ديزاين بيلعب دور كبير بالأوسيو انتجريشن. وطبعا السطوح المختلفة هلا كل الشركات عم تتنافس لحتى تعمل أسطح تحفز على الأوسيو انتجريشن أكثر. مثل ما حكينا هون عن الامبلانت سيرفيس، الاتروماتيك سيرجري كتير شيء مهم. إذا كان في عنا أي رد أو تروما أو نحن عم نعمل دريلينج للزرعة، هذا بيسبب بتموت العظم ويؤثر على الأوسيو انتجريشن. الانيشال ستابيليتي، طبعا يكون عندي عظم كافي لحتى يكون في انيشال ستابيليتي للزرعة، موضوع كتير مهم لاندخال العظمي في المرحلة الأولى منه. Proper loading، هون منبلش بالمراحل المتأخرة من الأوسيو انتجريشن، لما بيكون في عندي loading مناسب بيكون الاندخال متحقق. إذا كان في عندي loading غير مناسب وما كان درس الجهود الإطباقية بشكل جيد، ممكن هذا الأوسيو انتجريشن يصير فيه failure. نيجي بعدين للpatient. الحقيقة الـ patient evaluation شيء كتير مهم وضروري. نبدأ أولا بالـ patient expectations. الـ patient expectations لازم تكون مطابقة للواقع، يعني نحن لازم نفهم من المريض تماما هو شو حابب يوصل، شو النتيجة اللي هو حابب يوصل له، ونشرح له شو الإمكانيات اللي عنا، لأنه أحيانا المريض بيكون في صورة بباله مختلفة عن الصورة اللي عنا إياها، وما بيكون التواصل بشكل جيد، فبيصير في شوية miscommunication. بدي أحكي لكم شغلة طريفة صارت معي أول ما بلشت الزرع. جل عندي مريض من ريف دمشق، كان كبير بالعمر، صحته جيدة جدا، العظم عنده ممتاز، عنده شوية قلة في السمع، كان يجي معه ابنه دائما، وما بعرف ليش هو خطأ، يمكن كان أغلب الاتصال والكوميونيكيشن والحديث يكون مع الابن وليس مع الأب. المهم عملت له 6 زرعات سفلية لا تستقبل الجسر ثابت. بعد 10 أيام إجا للفولو أب فيزيت، كان مانو كتير مبسوط، فأنا أنه عمو خير، بشوفي في شيء ألم، في شيء إزعاج؟ دكتورة يعني استخدمت المطهر الفموي اللي عطتيني إياه، المضمضة، وعم بشرب مي، بس لهلأ لسه الزرعات ما طلعوا. أنا الحقيقة وقتها جتني الضحكة، بس بنفس الوقت زعلت أنه فعلا أنا قصرت بإني ما شرحت له للمريض مظبوط شو هي معناتها الزرعة، هو كان بباله فكرة تانية. فهي شغلة صارت معي شخصيا، وبتخلي الواحد يفكر انه فعلا احيانا بتكون المسج ما واصلة بشكل كامل للشخص اللي قدامنا، فلازم نتأكد من هاي القصة. medical examination شيء كتير مهم نعرف حالة المريض الصحية، وانا بنصحكم انه دائما يكون في عنا form للmedical history، تكون written، يكتب المريض كل الأمور التي يعاني منها، الميديكيشن ليست تبعيته،
دايما الشيء المكتوب بيكون اوضح وبيكون ادق. Radiological evaluation كمان حنحكي عن كيف منشخص شعاعيا. Oral and dental examination كيف منساوي the clinical examination. و clarification of the benefits and risks of the implant للمريض مثل ما حكينا لازم نشرح له بالتفصيل. بالنسبة للgeneral medical consideration, general health لازم يكون suitable for surgical procedure. يعني البارم لاين هون انه انا بالنسبة لي المريض يكون مناسب لاجراء عمل جراحي لذراعة الاسنان. ما رح اقدر احكي بتفاصيل بكل الامراض, ولكن حنحكي شوي عن كم شغلة. الهايبرتنشن والكارديوفاسكولار ديزيز صراحة هن امراض شائعة جدا, واغلب المرضى اللي بيجوا لعنا بيكون عندهم يا ارتفاع ضغط يا امراض قلبية. لازم نكون على دراية كافية بالنورمال ليفل تبع الضغط. لازم نفحص ضغط المريض لما بيجي لعنا دائما قبل ما نجري له أي عمل. أحيانا بيكون في مرضى عندهم ارتفاع ضغط شرياني أو هايبرتنشن بس ما بيكونوا بيعرفوا, ونحن ممكن نكتشف هذا الشيء عنا بالعيادة, فهذا بيكون شيء كتير ممتاز. بدنا نعرف شو هن الأدوية يلي المريض بياخدها. في عنا كتير أدوية بياخدوها هدول المرضى, ممكن يكون في عندي أدوية الكالسيوم شانل بلوكرز اللي بتعمل لي كمان مانيفستيشنز بالفم, ممكن تعمل جينجيفال هايبربلاجيا, فهي أمور كلها لازم نحن نكون على دراية فيها. طبعا لازم نفرق بين المريض يلي عنده ارتفاع ضغط هايبرتنشن أو كان بيكون عنده white coat syndrome. The white coat syndrome بيصير بسبب الستريس من الدنتال اوفيس. وفي عنا كتير امور فينا نعملها بهذا الموضوع انه نحنا نخفف الستريس تبع المريض ب proper stress management, نعطي pre-medication, نعطي valium قبل العمل الجراحي, نخلي مواعيد الزرعة صباحية, يكون المريض فاطر جاي مرتاح. كل هاي الأمور ممكن تخفف من الستريس. الديابيتيك patients أهم شيء تعرفوا عنهم إنه هن منهم كونترا إنديكيشن لزرع الأسنان. نحنا بنقدر نزرع للمريض يلي عنده ديابيتس إذا كان الشجر ليفل تبعه كنترولد. متى ما كان النورمال رينج تبعه وما في عنده أي مشكلة فإحنا فينا نزرع له, ولكن في له بعض الأمور التي يجب أن ننتبه إليها, مثل مثلاً إنه نحنا شفاء العظم عنده بيكون أطول من المريض يلي ما بيكون عنده ديابيتس, فلازم ياخد فترة أطول شوي للشفاء. بيكون هو برون أكتر للإنفكشنز فلازم ننتبه على هذا القصة, لازم نعطي أنتيبيوتيك as a prophylactic قبل العمل الجراحي. منشوف طبعا الـ AB1C إذا كان 7 أقل من 7 بيكون بالنورمال رينج فينا نشتغله, إذا كان أكتر من 7 ما بنقدر نشتغله, لازم يعمل كنترول أول شيء على الشوجر ليفل. طبعا الـ A1C هو عبارة عن مستوى بيعطيني فكرة عن مستوى السكر عنده خلال 3 أشهر, فهذا كتير شيء ضروري. غير هيك نقدر نزرع له بشكل طبيعي وما في عنده مشكلة. الأستيوبوروسيس أو هشاشة العظام كمان هي مانا كونترا انديكيشن, ولكن كمان يجب أن نقوم ببعض الأمور الخاصة بالنسبة للمرضى اللي عندهم هشاشة العظام أو الأستيوبوروسيس بسبب أنه العظم عندهم بيكون إسفنجي أكتر, فلازم التكنيك تبع السيرجري يكون دقيق وجيد. لازم نزود أو نعرض الإمبلانت ديامتر بالنسبة لمدة الشفاء, كمان لازم تكون أطول من العادي لأنه الدنسيتي تبع العظم بتكون أخف,
وخلال التكنيك الجراحي لازم نقوم بعمليات الدنسيفيكيشن أو تكثيف العظم، وهي أمور صارت هلأ متوفرة وسهلة. بالنسبة للمرضى يلي بياخدوا البيسفوسفونات، البيسفوسفونات هي عبارة عن مجموعة من الدروغز اللي هي بتستخدم بشكل كبير، وخاصة بالأمراض الاستقلابية بالعظم، كمان هشاشة العظم. في مرضى كتير اللي بيعانوا من هشاشة العظام يأخذوا البيسفوسفونات. كيف يعمل البيسفوسفونات؟ It work by suppressing and reducing bone resorption من خلال ال direct effect على الأوستيوكلاست. إذن هن بيسفوسفونات بتأثر تأثير مباشر على الأوستيوكلاست أو كاسرات العظم. والمشكلة البيسفوسفونات إنه once it is resorbed by the bone بيضل بالجسم لمدة up to 10 years. فهي هاي مشكلة المرضى يلي بياخدوا هدول الدراغز. ولكن الشيء المنيح أو الجود نيوز إنه الأورال مانيفستيشن تبع البيسفوسفونات هي قليلة، it's low risk. وخاصة طبعا في عنا نحنا الدراغز بتتاخد عن طريق الفم أورالي أو عن طريق الاي في. بالنسبة للفوزا ماكس والأكتونيل هن أقل two drugs ممكن يعملوا مشاكل أو يعملوا osteo necrosis بالعظم، وهن أغلب الأدوية اللي ممكن تتاخد عن طريق الفم. فمشان هيك نحن لازم يكون عندنا معلومات كافية عن هدول الأدوية، طبعا لازم يكون في استشارة مع الطبيب المشرف عليهم. البروتوكول اللي ريكومندد للمرضى اللي بياخدوا بيسفوسفونات، إذا كانوا بياخدوا أكثر من 3 سنين لازم ناخد approval من الفيزيشن تبعهم إنه نوقف البيسفوسفونات لمدة 3 أشهر قبل العمل الجراحي و 3 أشهر بعد العمل الجراحي، بسموه drug holiday. نعمل لهم فحص دم، منشوف CTX level اللي هو عبارة عن fragment من الكولاجين اللي هو بينقص مع استخدام البيسفوسفونات، لازم يكون أكثر من 150. طبعا نعمل informed consent ومنخلي المريض يوقع على أنه هو فهم على جميع الريسكس والمخاطر يلي ممكن يسببها البيسفوسفونات. إذا كان المريض بياخد الأورال بيسفوسفونات لأقل من 3 سنين بس نعمل CTX level ومنتابع الجراحة بشكل طبيعي. هاي صورة بتوضح لنا هون البون نيكروسز يلي بيصير من البيسفوسفونات. طبعا هو موضوع صعب شوي والتعامل معه بعدين بيكون صعب، هنحاول نتجنبه. بالنسبة للمرضى اللي بياخدوا anticoagulant drugs، طبعا في عنا كتير مرضى بياخدوهم لأسباب كتير، أكتر شيء الوارفرين. طبعا من زمان كان عنا recommendation تقول انه نحن لازم نوقفه قبل العمل الجراحي، هلأ حاليا ما منوقف الوارفرين ولكن منشوف مستوى الـ INR قبل 24 ساعة من العمل الجراحي. إذا كان بين 2.5 و 3.5 فينا نتابع، إذا كان أكثر لا نبعته لطبيبه لحتى يصير في كنترول على الكوغيوليشن. هلأ بالإضافة للـ INR نحن لازم مع هدول المرضى أنه نعمل bleeding control management، يعني لازم يكون في خياطة جيدة، ممكن نستخدم الكولاجين وغيرها من الأمور. كمان بالنسبة للأسبرين كنا نوقفه 5 أيام قبل العمل الجراحي. حاليا إذا المريض بياخد بيبي أسبرين إذا كان below dose أقل من 100 ميليغرام ما منوقفه، أما إذا كان أكثر من 100 نعمل استشارة لطبيبه المعالج. بالنسبة للسموكينج والإمبلانس، نعرف نحن قديش
التدخين فيه مواد سامة وضارة، بس مو بس هيك، هو كمان بيأثر على كل الجسم، ومن ضمن التأثيرات بيأثر على شفاء الجروح، فهو بيعمل delayed بالهيلينج، وبيعمل contamination للبون جرافت إذا عملنا بون جرافت للمريض، وبيأثر طبعا على امتصاص العظم. ففي عنا بروتوكول للمرضى المدخنين إذا بدنا نزرع لهم، وهو عبارة عن نوقف التدخين لمدة أسبوعين قبل العمل الجراحي وثمان أسابيع بعد العمل الجراحي. هلا يمكن كتير مرضى مدخنين يهربوا لما يسمعوا هيك، بس بركي بتكون فرصة أنهم يوقفوا التدخين نهائيا. طيب بالنسبة للسايكولوجيكال ستابيليتي والالكوهول يوز، كمان المرضى اللي بيكون عندهم مشاكل نفسية ما بيكونوا قادرين على التعاون بشكل كامل، لأنه مريض الزرع بتعرفوا هو مريض بدنا نتعامل معه لفترة طويلة عدة أشهر، لازم يكون متعاون، لازم يكون متحمس. المرضى اللي عندهم مشاكل نفسية ما رح يكونوا مناسبين لعملية الزرع، فلازم يتم علاجهم قبل القيام بعملية الزرع. كمان المرضى اللي بياخدوا كحول عندهم alcohol abuse ما لهم كتير indication للزرع، بسبب الأمراض اللي ممكن تكون عندهم، بسبب حالتهم النفسية اللي ممكن تكون موجودة. Absolute contraindication للزرع كل المرضى اللي عندهم immune defensive أو بياخدوا drugs ممكن تعمل لهم تثبيت للimmunization system عندهم، هدول ما لهم indication للزرع. كل المرضى اللي عندهم blood disorders، المرضى اللي عندهم neoplasm اللي عندهم بيتعالجوا بالchemotherapy أو irradiation. طبعا مرضى الإراديشن إذا كان شيء سابق ممكن إنه ينعمل لهم جلسات hyperbaric oxygen therapy قبل العمل الجراحي مباشرة لحتى يزيد من vascularization تبع العظم. طبعا هذا بيتم بالتعاون مع طبيب أخصائي. Uncontrolled endocrine diseases هي عبارة عن absolute contraindications. Local contraindications inadequate oral hygiene. Oral hygiene شيء كتير مهم. إذا كان مريض عنده bad oral hygiene ما رح يقدر يعتني بالزراعات بشكل مناسب، وبالنهاية رح تفشل. لهيك هذا حيكون contraindication. إذا كان في عندي retained roots أو حتى impacted teeth قريبة من الزرعة أو المكان اللي نحط فيه الزرع، لازم نشيلهم قبل. إذا كان في عندي أي inflammation، أي mucosal diseases مثل cyst أو غيرها، إذا كان في عندي حكينا عن irradiation، إذا كان في عندي نقص، ما في عندي عظم كافي بالwidth أو باللينث، شوفوا هون كيف صار في عندي كسر بالعظم لأنه ما كان في عندي عرض كافي، حتى الطول ما كان كتير كافي. هاي كلها contraindications. Growth and implant consideration. بالنسبة للمرضى اللي لساتهم صغار، امتى نحنا أقل سن ممكن نحط فيه زرعة سنية؟ منقول إنه لازم نحط زرعة سنية عند بعد البلوغ الكامل للفك السفلي والفك العلوي، وطبعا تقريبا هو عبارة عن 15 سنة بالنسبة للبنات و 18 سنة بالنسبة للأولاد، لأنه إذا ما عملنا هيك وحطينا زرعة قبل النمو الكامل للفك السفلي أو الفك العلوي، رح تكون الزرعة ملتصقة، رح ينمو الفكين وتبقى الزرعة بمكانها، وحيصير هذا المنظر. منشان هيك لازم يكون النمو يكون كامل قبل إجراء عملية الزرع. Diagnostic imaging في عنا الـ PA, Panoramic, Dental Tomography, CT والكون بيم. البانوراميك طبعا هي عبارة عن صورة رائعة بتعطينا general idea عن أسنان المريض وعن فكه،
ولكن بالنسبة للزرع ما رح تكون كتير دقيقة. كنا من زمان نستخدم الامبلنت تمبلت، كانت كل شركة يكون في عندها تمبلت للزرع، كنا نحطها على البانوراما ونشوف قديش السايز تبع الزرعة وقديش ممكن انه يكون في عندي بعد عن المعالم التشريحية، ولكن هي صراحة مانا كتير دقيقة. في عنا الميتال بول، كمان هي عبارة عن بول منكون بنعرف نحن شو الأبعاد تبعها والسايز، منحطها بفم المريض ومنخليها ياخذ صورة، وبعدين منحسب قديش في أبعاد للطول هون، قديش في عندي عظم وقديش التكبير يلي بالصورة، وناخد فكرة طبعا عن قديش فيني حط سايز للزرعة، ولكن كمان هي مانا كتير دقيقة. في عنا مثل معادلة ممكن نحسب فيها الماجنيفيكيشن تبع البول والطول العظم. الدنتال توموغرافي كمان هي احد الدياجنوستيك ايميجينج اللي بتعطيني مقاطع، المقاطع مانا كتير صغيرة ولكن ممكن تعطيني فكرة كمان قديش في عندي عرض وقديش في عندي طول وهي الزرعة. السيتي سكان طبعا هون صرنا بموضوع أدق، بناخد شرائح أكتر بالعظم، بتعطيني الطول والعرض وبتعطيني البون دنسيتي. هاي حلاوة السيتي سكان، أنا فيني أعرف قديش الكثافة تبع العظم في المكان يلي بدي حط فيه الزرعة. الكوم بيم أو السي بي في تي أو السي بي السي تي طبعا هون صرنا بموضوع أدق بقى، وصرنا صار فينا نعمل دراسة مفصلة لوضع وشكل وكيفية وضع الزرعة، قديش في عندي بالضبط مسافة. وبالنافيجيشن سيستم فيني استخدم سوفت وير خاص لحتى اعمل الجايدد سيرجري واعمل السيرجيكال جايد، هذا اللي ممكن استخدمه فلابلس بدون ما اعمل اي شريحه، بس بنحطه على الفك ومهتم عمليه الزرع. ولكن بدي انصح شغله كتير مهمه، انه حتى لما بنعمل الجايدد سيرجري ما تعتمدوا عليها 100%، دائما تبعوا لحسكم الجراحي، شوفوا انه انا صحيك مو صحيك، طبعا ما رح يكون هذا accurate 100%، ولكن طبعا بيساعد بشكل كبير بالدقة بعملية الزرع. البون density حتى نشوف شو عنا كثافة عظم، في عنا العظم يبدأ من D1 D2 D3 D4 D1 هو الدنس بون، في عندي كورتيكال بون كتير وسبونجيوس بون قليلة. أما بالنسبة للD4 هو بالعكس، بيكون عظم اسفنجي والعظم الكورتيكال قليل. وفي عندي D5 هو العظم البون جرافتينج. منحدد شو هن شو هي الكثافة تبع العظم بالهاوسفيلد يونيتس، وهذا الشيء بيعطيني indication للهيلينج duration تبع العظم. طبعا لحتى نعرف انه انا عندي الفك السفلي، المنطقة الامامية هي D1، المنطقة الخلفية هي D2 D3، الفك العلوي المنطقة الامامية D2، المنطقة الخلفية D3 D4، وان مثل ما حكينا انه العظم الجرافتد هو D5. وطبعا بكل منطقة على حسب كثافة العظم بيختلف الهيلينج دوريشن. كلينيكال ايفالويشن كتير مهم، الاكسترا اورال اكزامينيشن لازم نعمل فحص للفاشيال سيمتري، منشوف السمايل لاين، منشوف المنظر العام تبع الفم والفكين والوجه والأبعاد تبعهم، نعمل palpation للسالفري glands، ومنشوف كمان
lymph nodes. يعني لازم نتأكد إنه المريض ما في عنده أي مشاكل بالوجه facial. بالنسبة لل intraoral examination نعمل فحص كامل ودقيق لداخل الفم. منشوف ال jaw opening. الهايجين طبعا مثل ما حكينا إذا في عندي أي lesions, abscesses أو أي infection بالفم. منشوف العلاقة ما بين الفكين, maxillomandibular relationship, occlusal, vertical والhorizontal bone, قديش في عندي bone resorption, قديش بقيان في عندي عظم كافي أو مكافي. Parafunctional habits كتير مهم إنه نحنا نعمل تقييم إذا المريض عنده bruxism, عنده dazzles, عنده clenching, عنده tongue thrust. هاي أمور كلها ياتها بعد التعويض وبعد الزرع ممكن تأثر سلبا وتعمل لي failure بالimplant, فلازم هاي كلها تتعالج قبل ما يتم التعويض على الزرعات. إذا بالنسبة للmouth opening, شو أهمية إنه أنا يكون عندي فتحة فم طبيعية؟ الحقيقة أنه أهميتها هون بترجع للأكسس تبعي لمكان الزرعة السنية, وخاصة هون تخيلوا إذا أنا عندي زرعة بالposterior mandibular مثلا وبدي فوت الهاند بيس مع extension مع البرب مع كل هالأمور هاي. إذا عندي surgical guide لسه كمان هو بيزيد من السماكة الموجودة فبيكون كتير صعب, فلازم أنا يكون هذا الموضوع واضح قدامي وعرفاني قديش عندي مسافة. لازم طبعا نشوف العلاقة ما بين الفكين مثل ما حكينا, نشوف المسافة الموجودة عندي هون اللي بدها تستقبل التعويض, بدي أشوف العرض الموجود بالفك. كمان فينا نقول انه الاتيولوجي تبع فقدان الاسنان مهمة لحتى تعطيني انديكيشن لشو هي الريسك تبع الكومبليكيشنز بعد الزرع. يعني اذا المريض فقد اسنانه بسبب نخور كاريز او بريدونتال ديزيز او صار فراكتشر بالاسنان, هذا كله بيعطيني فكرة عن الكومبليكيشنز اللي ممكن تصير بعد. امتى منقلع السن وامتى ما منقلعه وامتى منعالجه؟ صراحة هذا سؤال مو سهل كتير الإجابة عليه, ولكن أنا بقول إنه قد ما فينا نحافظ على السن الطبيعي اللي الله خلقه ونعالجه ونخليه بالفم موجود لفترة أكبر فترة ممكنة, فلازم نعمل هيك. في حالات ما منقدر لازم نقلع, لما بيكون في عندي endodontic failure, لما بيكون عندي periodontal failure, restorative failure, caries كبيرة نضطر انه نقلع ونعوض. لما بصير في عندي قلع طبعا بصير في عندي خلل بالocclusion, بصير في عندي ميلان بالأسنان, بصير في عندي over eruption بتطاول السن لأنه ما بيعود في عنده سن مقابل, loss of contact area, بصير عندي poor aesthetic. كل هاي الأمور بتصير مع bone loss locally أو أكتر مثل ما حكينا لما بيكون في عندي multiple teeth loss. بعد ال extraction شو بيصير؟ 25% من عرض أو ال width تبع البون بيصير في resorption خلال السنة الأولى, و 4 مليمتر بالهايت تبع العظم, فلازم نحن نحافظ على هذا الموضوع بالسوكت بريزرفيشن يلي حنحكي عليها بآخر المحاضرة. في عندنا بعض الأمور اللي ممكن نستخدمها لحتى نشوف قديش العرض تبع العظم الموجود عندي, مثل هاي الأداة اللي بتكون مدرجة وبتعطيني الميجرمنت تبع العرض, أو أني استخدم البروب مع الرابر ستوبر اللي هي بتعطيني نقاط معينة ونحسب بعدين عليها على الكاست قديش في عندي عرض للعظم. هلأ نيجي بقى للفاكتورز اللي لازم تكون موجودة بالميجرمنت تبع الزرعة وكيف بحط الزرعة,
والسؤال اللي الكل بيسأله قديش لازم يكون في مسافة بين الزرعة والزرعة والزرعة والسن. طبعا بين الزرعة والزرعة لازم يكون في عندي 3 مليمتر وبين الزرعة والسن الطبيعي 1.5 مليمتر. دائما لازم نحترم هدول القياسات حتى يكون في عندي نتيجة جميلة بالنهاية. طبعا الانجوليشن كتير شيء مهم، لازم نحترم كمان انه يكون في عندي توازي بالزرعات. لما بيكون ما في عندي مكان، من زمان كنا نحط زرعات مكان ما منلاقي عظم، وطبعا هذا الشيء ما هو مزبوط لانه بنيجي بعدين بوقت التعويض ما بنعود بنعرف شو بدنا نساوي. الابيكوكورنال بوزيشن لازم يكون في عندي تقريبا 2.5 ل 3.5 ميلي فروم جينجيفال مارجن، يعني الزرعه تكون نازله تحت العظم تقريبا شيء 1 ل 1.5 ميلي، وتكون المسافه هي 2.5 ل 3.5. شو رح يصير اذا كانت هاي المسافه ما نهى الأد؟ يا اما رح يكون الكراون قصير اذا كانت المسافه هي قليله، يا اما رح يكون الكراون كتير طويل اذا كانت المسافه كتير طويله، فرح يكون المنظر ما نو حلو. كنا نستخدم البينك بورسلين لحتى نخفف من هذا المنظر، يعني منظر نوعا ما ماشي حاله ولكن ما نو بالنتيجة اللي لازم نحصل له. إذا ما احترمنا وجود امتصاص بالعظم وحطينا الزرعات محل ما العظم موجود، كمان هذا الشيء بيطلع لي نتيجة بشعة معنا كتير حلوة. فخلينا نحاول نتجنب أنه نحصل على هيك نتائج بالدراسة المضبوطة وبالأسسمنت الصحيحة. الامبلانت انجوليشن طبعا بالمنطقة الأمامية لازم نحترم أنه الانجوليشن تبع الانتيريورز لازم يكونوا بهاي الطريقة، ونحترم وجود الانسايسيف فورامين بالنص. بالنسبة للكونتاكت بوينت ديستنس لازم تكون بين 4.5 والخمسة ميلي لحتى يكون في عندي مسافة كافية وجيدة لحتى تتشكل البابيلا وتطلع شكل حلو ومناسب. بالنسبة للمسافة اللي موجودة بين قمة السنخ والأسنان المقابلة، طبعا هاي المسافة مهمة جدا بالنسبة لي لحتى أعرف شو نوعية التعويض يلي بدها تكون موجودة، لأنه وقت بتكون المسافة صغيرة بدنا نضطر نحط screw retained crown، أما إذا كانت المسافة 7 ميلي ممكن نحط cement retained crown. فهي المسافة كتير مهمة لحتى نعرف التعويض كيف بده يكون. بالنسبة للperiodontal gingival biotype هو كتير مهم لأنه كمان بيعطيني فكرة عن النجاح اللي رح تكون عليه الزرعة. لما بيكون في عندي thick biotype رح يكون more predictable، إذا كان thin biotype إذا كانت الperiodontal gingival مانا كتير سميكة ممكن يكون في عندي مشاكل اضطر لبعدين أعمل soft tissue management، فهي كلها لازم تكون محطوطة بعين الاعتبار قبل إجراء عملية الزرع. شو هو الchoice تبع الimplant length والdiameter والposition؟ هلأ لازم طبعا نكون على دراية كافية بتشريح الفك العلوي والفك السفلي، ونعرف المناطق التشريحية الهامة اللي لازم ننتبه لها. فمنقول باللينكث انه لازم يكون الزرعة بين 1 ل 2 ميلي بعيدة عن النيرف، ولازم تكون 5 ميلي بعيدة عن المنتل فورامن. هلأ بدنا نحكي ليش. لما بيكون في عندي عظم زيادة بالطول مو معناته انه انا لازم استخدمه وزيد طول الزرعة. طول الزرعة ما لازم يكون اكتر من 12 ميلي، هو الايديال. يعني لما انا بزيد الطول اكتر من هيك بكون عم اعرض العظم بالمنطقة الابيكال لحتى يصير فيها هيتينج ويصير فيها تموت بعدين. مشان هيك
طول الزرعة ما لازم يتجاوز 12 ميلي. بالنسبة للديامتر لازم يكون في عندي 1 ملليمتر around the implant. فبشوف شو في عندي available width موجودة ولازم يكون في 1 ملليمتر around the implant. وطبعا the wider هون the better. أنا كل ما كان عندي wider implant كل ما كان البون implant contact أكتر فحيصير في عندي osseo integration بشكل أفضل وثبات أكتر. بالنسبة للمنطقة الانتيرير هون المنطقة الأمامية لازم يكون في عندي minimum 2 ملليمتر هون مختلف شوي عن باقي الأماكن مشان المنطقة الأمامية مختلفة بسبب الاستاتيك ريزنز تبعها لازم يكون في عندي 2 ملليمتر بالليبل aspect بالنسبة للفك العلوي. الامبلنت ديامتر تشارت بدنا نقول انه المنطقه الاماميه الانتيريورز والكانينز بيكونوا 3.5 ميلي تقريبا. اذا بدنا نحط وان بيس ممكن يكونوا بين 2.5 و 3. الماكسيلاري لاترالز 3.5 او اقل ممكن يكون كمان 3 بالوان بيس. الماكسيلاري سنترالز بين 3.5 و 4. الماكسيلاري كانينز بين 3.5 و 4.5. البري مولرز بين 3.5 و 4.5 والمولرز كلياتهم بين الأربعة والسبعة على حسب قديش في عندي available ridge width. هلا نرجع للمنتال فورامن. ليش قلنا 5 ميلي؟ لأنه في عندي شيء اسمه المنتال لوب. المنتال لوب بيكون في لوب بالنيرف قبل ما توصل للمنتال فورامن، فأنا لازم احترم هاي اللوب وكون بعيدة تقريبا 5 ميلي لحتى أكون بالسيف سايد. إذا ما عملت هيك ممكن تسبب إنجري للنيرف بهاي المنطقة. فمشان هيك دائما حسبوا حساب هاي المنطقة لما بتكونوا عم تحطوا زرعات أمامية بين المنتال فورامين. شغلة تانية كمان لازم ننتبه لها هي اللينجوال كونكافيتي. المانديبولر عندي هون في concavity ما بتبين بالصور العادية، طبعا بتبين بالسيتي سكان. هلا بيكون في عندي بيبين هون في عظم كافي، ولكن بالطول ممكن أنا إذا ما كنت انتبه قديش في عندي طول واني حاسب حسابه إنه يصير في عندي lingual perforation. كمان انتبهوا لهذا الموضوع. هلا حاوجيكم كيس كيف نقدر نعمل surgical guide بطريقة سهلة وفينا نسويها بالعيادة. بعد ما عملنا الكاست بناخد القياسات تبع المنطقة المقابلة للمنطقة اللي بدنا نزرع فيها ومننقلها للمنطقة اللي بدنا نساوي فيها الزرع. بناخد قياسات دقيقة بين البري مولرز والمولرز وبعدين بنحط الجايد وبنعمل منأشر على أماكن الأسنان بالمنطقة المقابلة ومنحفر مكان الزرعة ومناخد الجايد على الفم وبيكون في عندي هون المنطقة يلي هي بدها تكون البوزيشن تبع الزرعة ويتم إجراء عملية الزرع. عفوا شايفين؟ سهلة سريعة وسهلة ومفيدة جدا. هلا نحكي على socket preservation. socket preservation صراحة هو شغلة كتير مهمة وأنا بنصح إنه الجميع يكون في عندهم دائما طعم عظمي. اختاروا الطعم اللي بدكم إياه، ما مشكلة ممكن يكون xenograft allograft اللي هو، خليه دائما موجود عندكم بالعيادة. إذا صار في أي قلع دائما ساوي socket preservation إذا كان المريض حابب يكمل زرع بالمستقبل مشان ما يصير في عنا امتصاص وبعدين يصير في مراحل أخرى لازم نشتغلها. وهي موضوع سهل كتير، 1 2 3 قلع، منحط البون graft وبعدين منحط الممبرين ومنعمل cross suturing وهي هي. رح ورجيكم حالة لـ socket preservation.
هذا مريض كان في عنده endodontic failure بمولر. هاي المولر عملنا الاكستراكشن بطريقة طبعا اتراوماتيك. بعدين حطينا الممبرين. هون استخدمنا non-resorbable membrane. فيكن تستخدموا collagen membrane, colloplug يلي بتكون ياما في مشكلة بهاي المرحلة. خلطنا العظم. لما بدنا نحط العظم بالساقط, بس خليني أعطيكم شوية tips هون. خلوا الدم يطلع بالساقط أول شيء تقريبا للثلث الأول فيه, بس تشوفوا إنه الدم عم يطلع, لأنه هذا الدم هو اللي حيعطيني التغذية وحيعمل النورشمنت للبون جرافت. منحط البون, ما بنعمل باكينج للبون بشكل كتير كبير, بس منحطه بطريقة متوضعة بدون ما نعمل أي بريشر عليه, منشان ما نمنع الدم من أنه يدخل بين البارتيكلز تبع العظم. بعدين منثبت الممبرين بهاي الطريقة ومنعمل الخياطة. هاي شوفوا كيف هون الهيلينج. هاي بعد أسبوع وهاي بعد شهر, بعد ما أمنا هون الممبرين صار عندي هذا المنظر. بوقت الـ implant placement شوفوا العظم يلي كان عندي هون, هاي الـ width اللي حصلت عليه. حطينا الـ guide وبدأنا بالـ drilling. طبعا كل الـ instruments اللي منحطهم بالفم لازم يكونوا مربوطين منشان الـ safety حتى ما يبلعون المريض. وهي عندي الحفرة هون, وهي الزرعة بمكانها, وهي الهيلينج, وهي الإكس رايز بعد الألم بعد الزرعة. آخر شيء خلينا نحكي عن البري أوبراتيف أنتي بايوتكس. نعطي للمريض بروفيلاكتيك ولا ما بنعطي؟ طبعا هذا الموضوع هو كونتروفيرجل, ولساتون شي بيقول ما لازم نعطي لكل المرضى, شي بيقول لازم نعطي لكل المرضى. هلا الاكيد انه في مرضى لازم نعطيهم اللي هن بيكونوا برون اكثر للالتهاب والانفكشن بعد الجراحة. المرضى الهيلثي طبعا هون لسه ما بنعرف انه لازم نعطيهم ولا ما لازم نعطيهم, هذا الشيء بيرجع للشخص. بس الريسيرشز الأخيرة كلها بتأيد إنه الفيلير تبع الزرع قل بشكل كبير للمرضى اللي منعطيهم بروفيلاكتيك أنتيبيوتكس عن المرضى اللي ما منعطيهم. هلأ شو الدوز اللي منعطيه؟ منعطي 2 grams amoxicillin 1 hour before the surgery. إذا المريض بيتحسس من الأموكسيسيلين نعطي كليندامايسين 600 ميليغرامز أو سيفالوسبورين 2 غرامز. التيك هوم مسج لإلكم اليوم رح تكون ابدأوا دائما بعمليات زرع بسيطة وسهلة وعظم كافي وما فيه أي مشاكل, تضمنوا فيها النجاح مثل مثلاً single lower posterior أو مثل single upper posterior. بيكون طبعاً بعيدة عن الجيب, ما تختاروا حالات تكون صعبة, وهذا الشيء لكذا سبب. أول شيء إنه بتزيدوا self confidence تبعكم بالعمل الجراحي. لما بتبلشوا بعمليات بيكون فيها أي مشاكل أو failure أو شيء, هذا الشيء بيأثر سلباً على تقدمكم لموضوع الزرع. أما إذا كان في نجاح بفترة معينة بأول فترة كم شهر عم تشتغلوا حالات منيحة, هذا بيزيد ثقتكم بنفسكم. والشغلة الثانية هي الريبيوتيشن يلي بتصير عندكم بالعيادة إنه أنتوا حالاتكم الزرع كويسة. طبعا أنا ما عم أقول إنه ما رح يصير في فيلير, وهذا شيء طبيعي. يلي ما بيصير عنده فيلير بيكون ما أنه مشتغل كتير. ما تصدقوا إنه ما حدا صار عنده فيلير بالزرع ولسه بيصير. بس بالبداية حاولوا تتجنبوا هذا الموضوع منشان هالقصة هاي. وشغلة كمان حلوة كتير ومهمة صراحة, انه
الله حط فينا بالعقل الباطن تبعنا انه اي شيء نحن بنكرره وبنساويه لفتره معينه بالبدايه وبنساويه طبعا بطريقه مظبوطه، مع الوقت بنصير بنعمله بدون ما نفكر فيه، وبيشتغل عنا شيء انا بحب سميه الاوتو بايلوت، يلي هو خلص will take over، بصير بيعمل نفس الستبس لحاله من دون ما نفكر فيه. فانتوا حاولوا انه تقوموا بهاي المراحل تبع الزرع بشكل متواصل لفترة معينة لحتى تحسوا حالكم انه انتوا صرتوا تتصرفوا بدون ما تفكروا فيها، وتنتقلوا بعدين لمرحلة اصعب وبعدين لمرحلة اصعب. وبتمنى التوفيق للكل، وان شاء الله هيك ايامكم كلها نجاح وسعادة. وشكرا كتير لحسن اصغائكم، وانا جاهزة لحتى جاوب على كل تساؤلاتكم وكل استفساراتكم. شكرا كتير.